بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي عن Cellular Interaction، الاتصالات بين الخلايا. Cellular Interaction هو الاتصال خلية بأخرى، شلون ترتبط خلية بأخرى وشنو الغرض من هذا الاتصال. الاتصال ما بين الخلايا أو ما بين سطح الخلايا هو له دور مهم بعملية الفانكشن وعملية الديفلوبمنت اللي هو التطور الخلوي وعملية الفانكشن الوظيفة الخلوية. ما مذكر لكم هنا development والفانكشن في المالتي سيلر أورجانيزم، الكائنات متعددة الخلايا اللي من ضمنها الإنسان. The interactions between cells can be stable or transient. الاتصال ما بين خلية أخرى أما يكون ثابت stable أو يكون transient أو temporary مؤقت. The stable يكون في مناطق نسميها cell locations، الارتباطات الخلوية السيال جوكيشنز، والترانزيت التمبرال المؤقت يكون ما بين خلايا المناعية، كأن يكون من يدخل مايكروب إلى الجسم ترتبط خلية مناعية بأخرى لإزالة هذا المايكروب. حال إزالة هذا المايكروب ترجع الخلايا إلى وضعها الطبيعي. فالاتصالات الخلوية مثل ما ذكرنا تكون ستيبل ثابتة، مناطق اسمها السيال جوكيشنز. Why communication and organization of cell within particular tissue. نفس النسيج particular tissue نسيج خاص يكون بـ communication and organization بهذه الخلايا. أما مثل ما ذكرنا بالـ transient أو temporary توجد وين؟ بالـ immune system. بالـ immune system الخلايا الجهاز المناعي، خلية ترتبط بخلية أخرى في transient في فترة معينة، مثل يدخل مايكروب للجسم ترتبط هذه الخلية بخلية أخرى. حال إزالة المايكروب الخلايا تكون منفردة. إذا فقدنا هذا الكوميونيكيشن بين هذه الخلايا ممكن يؤدي إلى إن كونترابول سيل جروث أند كانسر، ممكن يؤدي بالنهاية إلى الكانسر. Disable interaction هو له دور مهم بالتحديد الشيب أند فانكشن أوف سيل. شيب أند فانكشن أوف سيل اللي هو stable interaction، إذا خلية مرتبطة بخلية أخرى بشكل stable هذه يحدد شكل هذه الخلايا ويحدد وظيفتها، يعني ما تنطي الوظيفة مال الخلايا إلا عندما تكون مرتبطة بخلية أخرى. cell education ممكن تحافظنا على preservation and proper function of epithelial cell sheet. إذا ارتبطت هذه الخلايا بخلية أخرى تحافظنا على الوظيفة بالنسبة لـ epithelial cell sheet. هذا education ممكن يحدد الorganization للنسيج، حيث أن الخلايا cell of one type can only adhere to cell of the same tissue rather than to a different tissue. شلون يحافظ على organization مال التشو؟ الخلية من نسيج معين تلتصق أو ترتبط بخلية أخرى لنفس النسيج، فبهذه الحالة راح تحافظنا على organization هذا النسيج، ما ترتبط بخلية من نسيج آخر. الـ cell education عندنا نوعين، أما يكون tie education أو يكون gap education. الـ tie education هو الاتصالات الضيقة ما بين الخلايا بشكل ضيق أو مسافة قريبة كلش، الـ tie education، وهاي تكون موجودة بالكائنات المتطورة مثل الـ vertebrates اللي هي الفقريات. شنو الوظيفة مال الـ tie education؟ إلى ثلاث وظائف. أول شيء they hold cell together، يمسك الخلايا مع بعضها. الوظيفة الثانية يسوي لنا barrier، حاجز. هذا barrier أما يكون protective barrier أو functional barrier. نقصد بال protective barrier يعني حماية، حاجز للحماية لهذه الخلايا، أو functional وظيفي يقوم بنقل المواد إلى داخل الخلية. الوظيفة الثالثة conjugation هي تمنع مرور الجزيئات والأيونات في ال space between plasma membrane of adjacent cell. تمنع مرور الايونات والجزيئات بالسبيس الفراغ او المسافة الموجودة بالبلازما ميمبرين، الغشاء البلازمي ما بين هذه الخلايا. هنا نوضح بهالرسم، هاي عندنا خليتين، هاي الخلية الاولى وهاي الخلية الثانية. هذا هنا عندنا الغشاء البلازمي للخلية الاولى وهذا الغشاء البلازمي للخلية الثانية. هذا هو التاي جوجيشن، هاي عبارة عن بروتينات هي تكون على سطح الخلية ترتبط الخلية الأولى بالخلية الثانية، هذا من نوع التاجوجيشن. نلاحظ المسافة كلوزلي كلش غريبة، مرتبطة هاي الخلية بهاي الخلية مسافة كلش غريبة. إذا نرجع للوظائف مالته شنو هذا؟ أول شيء قلنا شنو؟ hold cell together، هو جمع الخلايا مع بعضها. سوانا protective
سوى protective period حاجز للحماية هذا الخلايا، وكذلك يكون functional period للوظيفة يقوم بنقل المواد. الوظيفة الثالثة قلنا يمنع مرور المواد والأيونات بالسبيس between plasma membrane، هذا السبيس بين البلازما ممبرين والخليتين، فهذا من أسبابنا راح يمنع مرور الأيونات والمواد بهذا السبيس. النوع الثاني عندنا الجابجوجيشن. الجابجوجيشن الارتباط يكون بين سيتوبلازم الخلية الأولى مع سيتوبلازم الخلية الثانية بواسطة قناة بروتينية اسمها كونكسين بروتين. كونكسين بروتين هاي قناة بروتينية تربط سيتوبلازم الخلية الأولى بسيتوبلازم الخلية الثانية وليس سطح الخلايا. بالتاجوجيشن كان الارتباط بالسيل سيرفس، هنا ارتباط سيتوبلازم الخلية الأولى مع سيتوبلازم الخلية الثانية. الجابجوجيشن ايضا له عدة وظائف. اول وظيفته هي عملية نقل الايونات والسمال متابلايز بتوين ادجاسنت سيل، تقوم بنقل الايونات والمواد الايضية بين الخلايا المرتبطة. بالجابجوجيشن عندنا ريجوليتر، شلون يصير تنظيم التنظيم بالنسبة لانتقال المواد من الخلية الاولى للخلية الثانية. عندنا ثلاث عوامل تنظيمية. اول عامل عندنا البي اتش، البي اتش يتحكم بهاي التنظيم مرور المواد من الخلية الى خلية اخرى. شلون يتحكم البي اتش بمرور هذه المواد؟ اذا كان البي اتش بالخلية الاولى عالي، اذا كان البي اتش بالخلية الاولى عالي والبي اتش بالخلية الثانية واطي، يتم الانتقال الى يكون توازن بالبي اتش. كذلك حال الكالسيوم، يعني حال الكالسيوم ايضا يتحكم انه بعملية التنظيم انتقال المواد من الخلية الى اخرى. العامل الثالث هو عامل النيورو ترانسميتر، هي عامل الاعصاب. ممكن عندنا نوع من البروتينات العصبية اسمها الدوبامين يتحكم لنا بنقل الإشارات أو المواد بين هالخليتين المرتبطة مع بعضها. الجابجوجيشن ممكن موجود بعدة مناطق في الجسم، مثل عندنا بالهارت، بالسموت مصل، بالسكتلتر مصل، بالسير تايب، بالسبيرم، الإرثروسايت، وعدة مناطق موجودة داخل الجسم. عندنا مصطلح الإكسترا سيلولار. الاكسترا سيلولار هي شكو مواد تكون خارج الخلية نسميها اكسترا سيلولار. اول شيء ساعدنا اكسترا سيلولار فلويد، السوائل الخارج الخلوية. السوائل اما تكون داخل الخلية نسميها انترا سيلولار فلويد، اللي مثل السائل البلازمي او السائل النووي. وعندنا السوائل الاكسترا سيلولار فلويد، السوائل الخارج الخلية. الاكسترا سيلولار فلويد وين موجودة السوائل الاكسترا سيلولار فلويد؟ اما موجودة بالبلاد، باللمف، بالبادي كافيتي، مناطق متعددة من الجسم. الاكسترا سيلولار فلويد تختلف عن الانترا سيلولار فلويد، وين تختلف؟ بالنسبة للاكسترا سيلولار فلويد تركيز الصوديوم بها يكون مرتفع، وتركيز البوتاسيوم بها يكون منخفض. بالعكس الانترا سيلولار فلويد يكون تركيز البوتاسيوم مرتفع وتركيز الصوديوم يكون منخفض. الاكسترا سيلولار ماتريكس، ايش نقصد بالاكسترا سيلولار ماتريكس؟ هي عبارة عن macromolecular network composed of collagen, proteoglycan and several other glycoprotein، عبارة عن macromolecular جزيئات كبيرة من الجلايكوبروتين، البروتينات السكرية مثل عندنا الكولاجين وعندنا البروتوغلايكان وعندنا بروتينات أخرى. هذه الاكسترا سيلولار ماتريكس تربط الخلايا ما بينها، هي تكون عبارة عن شبكة بروتينية خارج الخلايا تربط الخلايا فيما بعضها، يعني تكون على شكل شبكة والخلية تكون خلايا مضمورة داخل هذه الشبكة. شنو وظيفة الاكسترا سيلولار ماتريكس؟ وظيفتها هي سيرفس ريسبتر، المستقبلات الموجودة على سطح الخلية تستقبل الإشارات من خلال الاكسترا سيلولار ماتريكس، وبدورها تنقلها إلى داخل الخلية حتى تسوي لنا الدايفرز سيلولار فاكشن مثل السيرفايفر، الجروث والميجريشن. الصورة هنا هذه الاكسترا سيلولار ماتريكس، هذا الريسبتر، هاي الصورة الطبيعية ترتبط تنقل الإعازات إلى داخل الخلية. إذا أجت البكتيريا ارتبطت بالريسبتر بدل الإكسترا سيلولار ماتريكس راح تنطي إشارات أخرى إلى الخلية، ممكن توجه الخلية إلى وظائف أخرى أو ممكن توجهها إلى الكانسر أو إلى الديستراب، يكون تخريب الهيكل الخلوي للخلية. واضح هسه هنا عندنا مو كان هذا الإكسترا سيلولار ماتريكس، ممكن ترتبط البكتيريا. إذا ارتبطت البكتيريا ترتبط بالريسبتر، الإعازات أو الإشارات راح تكون غير صحيحة وتؤدي الخلية بالنمو إلى غير اتجاه. وبالنهاية شكرا لكم.